عارياً ومقيداً بالسلاسل، يقضي محمد شكر حياته في مكان أشبه بالخربة في أحد أزقة الأزاعي. طعامه ليس سوى فتات خبز يابس. محمد الذي يعاني أمراضاً عقلية ونفسية نتيجة تعاطيه المخدرات خرج منذ فترة من دير الصليب بعدما تماثل للشفاء، لكنه ما لبث أن أصيب بنكسة من جديد مسبباً المشكلات لعائلته. مرض عقلي صار عنده. في أثناء وجودنا في المكان حضر والد محمد وبرر سبب ربطه بالجنزير معتبراً أنه يحميه ويحمي أهل المنطقة من أفعاله. هذا موتني هذا الولد، هذا هلا رحت عند دكتور المول قال لي ما بعطيك انا يا خيي اعصاب، بدك تروح عند دكتور حكيم. شو قال لك؟ يعني قال لك ممكن من التعاطي صار عنده هيك؟ قال لك عاطي. شو علاجه عندهم؟ هيعملوا جلسة كهرباء لحتى صح. ليه فلتوه؟ يعني ليش خلوه يظهر؟ مش فلتوه، العبنا صار مليح وصار دعدوري بتهرب منه. طلعته قعد شهر مش خطا مضبوط بجنن ولا احلى من هيك. صار يشتغل بس لا حال الزلمه صار في مصاري رجع. ليش انا بفرجيك صورك مشقف مهمه هالشام بس يضربوا من الشارع. انا يعني ما بدي العالم، انا العالم بهدلتني هون بالوجه. طب سمعوني كلام يعني بصراحه عامل مشكله كبيره. طب حاولت انه هلا تتواصل مع حدا، شي جمعيه شي مؤسسه شي؟ اجى قال لي بعد دير الصليب انا وياه. قالت لي كل فتره اتصل علينا. شو كل فترة بتصل علينا؟ بدي حل، أنا ما بدي اتصل عليها لحتى أمن له تخ. حكينا مع الدكتور قال بدك تجيبه لهون. طب أنا كيف بدي أجيبه لهونيك؟ ما فيي أنا أجيبه. ليش ما بتحطه بشي أوضة تقفل عليه؟ ليه مرابطه بالجنزير؟ منظره كثير مغزي. أنت لو ما عم يخلينا نقرب عليه، ما نحن بدنا. زين بتحطه بأوضة وسكر عليه. ما عم يقبل. ما عم يقبل. هلا يلا قرب عليه. هلا روح قرب عليه. قرب عليه. ما فيك بيضرب. كان طقني هلا. الحجر على الوجه بيضرب. هلا حمل قلمين وطرقني فيها. جيت قربت قلت له محمد قوم حبيبي قوم خليني قوم اتحمم بالتلبيس. هلا الصبح هاي من كم يوم هاي الخبش. ايه شو عامل؟ هلا الصبح جيت قلت له عم محمد جبتك اكل شرب مي. قلت له طيب شربت خليني شفته من هو على رقبته. يعني قاعد يعني قاعد قاعد هم يا اخي واحد قاعد هم عامل لك يعني هم مقهور على مقهور. طيب شو لما قلت له بدي حممك طعميك شو يقول لك؟ سب لي اختي وعرضي وامي. بصمت ينتظر محمد أن يتحرك المعنيون والجمعيات الإنسانية لتخرجه من معاناته، فيرتاح من ثقل الحديد ويريح والده.